حسين نواقي الى ديمو افتش الى نواقي حسين بكل هدوء في منتصف فيصل ابو بكر. نلعب في الدقيقه 14 من زمن شوط المباراه الاول، نقترب من الربع ساعه. تماما اليوم امام المتصدر الخليج وحتى المباراه الماضيه النهضه ليس بالفريق السهل عموما. ميراندا اتحاد وخروج من عبد العزيز المويجد والكره لحسين نويقي الان في الجهه اليمنى، محاوله لصالح الخليج، عوده من جديد. اليوم حتى الان الجيل متاخر، كره في الجهه اليسرى، السبيعي ايضا مقطوعه من خالد السبيعي، تعود من جديد الان الى حسين نويقي، يتقدم حسين، ينجح ديموفيتش. المنذر القاسمي، حسين نويقي الى ميراندا، محاوله وتدخل اماميه، ثامر نويقي بشكل جيد يخلص الكره، سارفو الى ديمو فيتش الى نويقي ما بين، لا تنقطع الان. اتحدث عن من كره الى حسين نويقي في منتصف الملعب، جاسم الى ايمن تتخلص من حسين نويقي الى ديمو، ميراندا محاوله استحواذ الى نويقي، حسين على الجهة اليمنى ولعب كرة داخل منطقة الجزاء سريعة بالرأس، أيمن إلى جاسم الحمدان. خسارة حيث خسر كل فريق أربع مواجهات فقط. كرة أمامية، نويقي إلى عبد الله الغامدي في الجهة هنا إلى النخلي، استحواذ على الكرة. نعم لا تنقطع منذ الشوط الأول والشوط الثاني في أكثر من مناسبة. الخليج